المسألة الأولى التي يجب أن نتساءل عليها هذا الإجهاد المائي، واش هو والد اليوم يعني إكس نيلو خرج بعرف منين، ولا هو معطى هيكلي بالنسبة للمغرب، ولا هو نتيجة ديال واحد المسلسل اللي تتدخل فيه العوامل المناخية اللي فوق الطاقة البشرية والسياسات العمومية المتبعة. علاش تنطرح التساؤل الأولي؟ لأنه عنده بالضرورة يعني واحد إسقاطات على المنهجية والطريقة والسبل والسياسات التي تستوجب اتباعها من أجل مواجهة هذه الإشكالية العظمى الكبرى التي ربما إذا استمرت لا قدر الله قد تشكل خطر فعلي، يعني ما فعلي على الاقتصاد المغربي وعلى الجوانب الاجتماعية والبيئية وحتى الوجودية، راه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبالتالي هنا ترجعوا لشنو هو يعني الخاصيات او الكاركتيريستيك ديال المغرب على المستوى ديال المناخ. المعطى الاول هو غالبيه المناطق ديال التراب الوطني هي تحت وطاه واحد المناخ جاف وشبه جاف، تقريبا 85% من التراب الوطني. ملي تنقولوا مناخ جاف وشبه جاف، هذا بالضروره هو مناخ فيه قله التساقطات المطريه وتقلباتها عبر في الوقت وفي الزمان والمكان. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني هو تمركز ديال الموارد المائيه ديال الامطار في رقعه ضيقه من المغرب. هو ما يقارب 50% ديال الواردات المائيه ديال الامطار تطيح في واحد 7% من المساحه الاجماليه للمغرب. هو حوضي سبو لوكوس. ملي تنتاملوا هذه المسالتين الهيكليتين لما راه باقة الان متواجده وربما الحده ديالها زادت، هو انه هذا فرض ملاحظه ثالثه اللي هي هيكليه في التركيبه ديال القطاع الفلاحي المغربي. هو عندنا واحد بحال بارادوكس، واحد المفارقه. المنطقة اللي تيطيح فيها الشتاء بزاف هو داك الشمال الغربي ديال المغرب، ما فيهاش تربة صالحة للزراعة بوفرة. التربة الصالحة للزراعة متواجدة في مناطق اللي ما تطيح فيها الأمطار أقل. فبالتالي هذا تيجيبنا على يعني لابيرتينونس ديال السياسة الفلاحية التي اتبعت من أجل مليون هكتار مسقي. راه تما تتشوف يعني هي سياسه كانت مهمه جدا وعندها الاسس ديالها، وطالما المغرب كان في انجاز ديك السياسه التي حددت في اواخر الستينات من طرف الراحل الحسن الثاني التي سميت بسياسه السدود او سياسه المليون هكتار مسقي او مروي، هذيك السياسه كان عندها واحد عندها لوجيك ديالها، يعني كويرونس ديالها، بحيث الدوله تتجهز، الدوله تؤطر، الدوله تمول، الدوله تشتري المنتوج، تعطي القروض، خلقت مؤسسات للتأطير، هما المكاتب الجهويه الاستثمار الفلاحي، استثمرت كثيرا في البحث الزراعي وفي التكوين الفلاحي. يعني كان عندها واحد جات سياسه تقويم الهيكلي ديال 83، وتما بدينا تنزعزعوا هذاك المنهجيه ديال ديك السياسه الفلاحيه اللي فعلا بدون هذا بدون مجامله كانت تحاول توازن بين المنتوجات، بين تطوير المنتوجات الموجهه للسوق الداخلي. وباش نعطي غير مثال، المنتوجات السكريه هذيك راه المستهلك المغربي ماشي التصدير، تطوير قطاع الحليب والمنتوجات المشتقه ديالو عبر الكلاء، عبر استيراد ابقار حلوبه الى اخره، موجهه بالاساس للسوق الداخلي. كانت نسبه لا يستهان بها من المساحات ديال المناطق السقويه في المجالات ديال المكاتب، كانت تخصص لانتاج الحبوب،
اللي تيدخل من المواد الأساسية في الاستهلاك المغربي في النموذج الاستهلاكي المغربي، وكانوا وفيها من الخضر والفواكه اللي موجهة نسبة معينة للسوق الداخلي ونسبة للتصدير. إذا كان واحد الهاجس أولا ديال مقاربة مندمجة وفيها تدخل قوي ديال الدولة، وكاين هذاك الهاجس ديال الاستجابة لبعض الحاجيات للسوق الداخلية وتطوير منتوجات موجهة للتصدير باش تجيب لنا عملة صعبة ربما باش نستوردوا المسائل التي لا نتوفر على بما فيها التكميلة ديال الحاجيات الغذائية للبلاد. جاء تقويم الهيكلي هو من تما ملي دخلنا في الليبرالية المتوحشة صافي احنا عطتنا هذا الشيء، ما بقاش هذاك الدورة الزراعية اللي كانت مفروضة في التخطيط ديال المكاتب الجهوية ما بقاش، ولا كل واحد تيدير اللي بغى بدون رقيب ولا حاسب. وجات سياسات أخرى منها المخطط المغربي الأخضر اللي عطى تحفيزات قوية اللي مشاو الناس وسعوا بكثرة المساحات المسقية، وبالتالي هذا الشيء اللي زيد عليه تأثيرات ديال المناخ وداك الشيء كامل جاب لنا الطمة العظمى اللي رحنا فيها اليوم ديال ما يسمى بالإجهاد المائي أو 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 أو, أو.